تهامي القلاوي The Lord of the Atlas، أغنى رجل في تاريخ المغرب، أغنى من السلطان بنفسه بثروة ديال مليار دولار. كنهضروا على الخائن الحاس الكابا للمستعمر مما فرنسا، لو سينيور دو لاطلس، اكبر بارونات الوساطه في اوكار الدعاره والجنس، الرجل اللي كون صداقه مع رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشيرشل وكان كيضيفو عنده في الدار، الرجل اللي عزيز عليه قطع الريوس باش يخوف بنادم، الرجل المغربي اللي جاب شارلي شابلان لعندو للدار. كنهضروا على المتمرد اللي وقف في وجه السلطان محمد الخامس وقال لي انتم لستم الا ديال السلطان، انتم سلطان حزب الاستقلال. الرجل اللي كان لف الارض ديالو واللي في السماء عنده فيه النص. كنهضروا على القواد اللي دار يدو في يد المستعمر الفرنسي وباع بلادو الفرنسيين، السلطان الاسود. كنهضروا على باشا مراكش، الباشا تهامي القلاوي. تبعوا معايا، تهامي المزواري القلاوي تزاد في 1878 في قصبة تلوات، بعد ما مات باه وخلى تهامي في سن صغير تكلف خوه المدني بالتربية ديالو ودخلو يقرأ في المسجد وقدر يحفظ القرآن في سن صغير ودغيا. عائلة القلاوي تزهرات عندهم القضية من غيكتشفوا واحد المنجم ديال الملح في شي أرض من الأراضي ديالهم وتما غيبداو يدخلوا منه الصرف. حتى لهنا الا جينا نشوفوا شنو ممكن يولي كاع هاد تهامي القلاوي غنقولوا غيولي تاجر كبير كيبيع ويشري في الملحه، ولكن لا، الظهر اللي كان عنده انه في واحد النهار السلطان الحسن الاول والجيش ديالو كانوا راجعين من الحرب ضد المتمردين في الجنوب وغادا تشدهم واحد العاصفه ديال الثلج وغادي يتحنسرو، وهنا المدني وخوه تهامي غادي يستغلوا الفرصه وغادي يستقبلوا السلطان الحسن الاول والجيش ديالو اللي كانوا اكثر من 3000 واحد وغيستقبلوهم في القصبه ديالهم. تهامي وخوه خسروا فلوسهم على ضيافه السلطان والجيش ديالو، هالماكله هالتدفئه هالحطب ديال التدفئه هالكاشات تهلاو فيهم مزيان. هادشي اللي خلى السلطان يجود على آل القلاوي من بعد بالهبات والهدايا والمدافع والأسلحة، وعطاهم المدفع الألماني اللي غادي يستغلوه وغيستعملوه في إخضاع المناطق المجاورة للحكم ديالهم، وعين المدني خليفة على الجنوب وصبحوا من المقربين للسلاطين وكلفوهم مساندة الحركة المخزنية وقمع المتمردين. أول معركة غادي يشارك فيها التهامي كان في عمره غير 15 عام وكانت ضد احد القبائل الثائره، واستمر في البطولات ديالو واستطاع يخمد بزاف ديال الثورات رغم انه كان فلاج صغير. واللي دسرو كتر واللي شنتو هو داك المدفع الالماني اللي هداه السلطان ليه، واللي كان تيقول للناس انه راه ما عندوش غير واحد، راه عنده بزاف منه وكان مخوف به الناس. وفي 1902 شارك تهامي مع خوه المدني في الحرب ضد ثورة جلالي بوحمارة اللي هضرنا عليها في الفيديو اللي فات، واللي ما شافوش يمشي يشوفوا، وخسروا المعركة وما عجبش الحال السلطان عبد العزيز وحيدهم من السلطة. ولكن المدني وخوه تهامي ما تسلطاتش ليهم ومشاو تحالفوا مع الأمير عبد الحفيظ خو السلطان عبد العزيز ودبروا معاه الانقلاب على السلطان، وهادشي اللي كان بالفعل، نجح الانقلاب وتولى العرش السلطان عبد الحفيظ، وتعين المدني القلاوي صدر اعظم وتعين تهامي باشا المراكش، وهنا غيبداو الشقيقين في الفساد والطغيان ديالهم، مصادرة الاملاك والاراضي ديال الناس، وكثرات ضدهم الشكايات من القبائل، ووصلت الاخبار للسلطان عبد الحفيظ انهم كيشفروا الفلوس ديال الضرائب، هادشي اللي خلى السلطان عبد الحفيظ يجردهم من النفوذ ديالهم والمهام السياسيه. ولكن تهامي وخوه المدني ما تسرطاتش ليهم ومشاو داروا يدهم في يد الحمايه الفرنسيه، وعاونوا فرنسا باش تخلص من المقاوم احمد الهيبه اللي كان محررها في الجنوب، وبدعم من سلطه الحمايه رجعوا آل القلاوي للمكانه ديالهم، وعاود تعين المدني كصدر اعظم وتهامي كباشا المراكش، ووشحهم الجنرال اليوطي بوسام جوقة شرف. بعد موت المدني القلاوي بدا طغيان تهامي ديال بصح، استولى على املاك خوه والورد ديالو ووسع النفوذ ديالو في اراضي سوس والاطلس، واستولى على الاف الهكتارات وبطرق النصب والاحتيال خد الثروات ديال اغنياء المغرب، وبدا كيكدس الثروه ديالو من اختلاس اموال الجيش الفرنسي ومن ضرائب التجار في المنطقه اللي حاكم فيها، واسس شبكه لدور الدعاره في المغرب وفرنسا واسبانيا، وتولى رئاسه عده شركات كسي تي ام
وموزع كوكاكولا في المغرب ومصانع السكر والصابون وبدا واحد تيران ديال الجولف وكان اول واحد كيدخل رياضه الجولف للمغرب وشكل صداقات مع مجموعه من المشاهير بحال شارلي شابلان اللي كان كيجي عنده حتى القصر ديالو وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا العظمى اللي كان كيضيفو عنده في القصر والجنرال ديغول ومغنيين فرنسيين وكان كيدير الدهنه ورجلو لهيه وراسو في داك القنت ومكحلها. تهامي القلاوي كان عبد الاستعمار الفرنسي وفرنسا هي اللي كانت حاكمة المغرب في ذاك الوقت والسلطان كان بحال شي تصويره معلقينها باش يشوفوها الناس ومفروض عليه يطبق الاحكام اللي كتقولها فرنسا حرفيا واي حاجه قالتها لي فرنسا ايه هي الاولى نعمس. فرنسا هي اللي كتعين الباشاوات وهي اللي كتفاوض باسميه المغرب وهي الحاكم الفعلي للمغرب في ذاك الوقت والسلطان كحاكم شكلي كيطبق داكشي اللي قالتها لي فرنسا. كان القلاوي عاجب فرنسا ومحمر ليها الوجه وكانت مخليه يدير ما بغى حيت كان في صفها وكان كيسمع ليها وكان كيخدم المصالح ديالها. المتسلط تهامي القلاوي تمكن يجمع ثروه تقدر بملايين الدولارات وقدر يولي اغنى واقوى رجل في تاريخ المغرب. وغافن ماكسويل في الكتاب ديالو لورد اوف ذا اطلس تيقول ان الثروه ديال تهامي القلاوي كانت كتفوق مليار دولار. وخلاف القلاوي مع السلطان محمد الخامس بدا ملي السلطان ولا مقرب من الحركه الوطنيه وحزب الاستقلال اللي كيشوفهم تهامي القلاوي بمثابه خطر على السلطه ديالو والنفوذ ديالو. وفي 1950 بمناسبه عيد المولد النبوي تهامي القلاوي غادي يتجاوز الخط الاحمر وغادي يخاطب السلطان بلهجه قاصحه وغادي يقول ليه انتم لستم الا ظل سلطان، انتم سلطان حزب الاستقلال الملحد. مباشره من بعد هذا الخطاب السلطان محمد الخامس غادي يجري على تهامي القلاوي من القصر وغادي يقول ليه عمرك تعتب عندي في القصر، لا هذا القصر لا القصور الاخرين، وما نبقاش نشوفك. وفي 1953 جمع القلاوي الباشوات والقياد ورجال الدين ديال المغرب ووقعوا على العريضه بتنحي بالمطالبه بتنحي السلطان على الحكم. وهذا الشيء اللي خلى فرنسا تنفي محمد الخامس خوفا من غضب القلاوي. شتو الراجل عاش كان؟ الراجل كتخاف منه فرنسا. ولكن الصمت كدور والبزيم كيزير وناضت ثورة الملك والشعب. وهنا تحط القلاوي في موقف محرج وما بقى قدامه غير يبايع السلطان. ومن يرجع الملك السلطان محمد الخامس من المنفى زاروا القلاوي في الإقامة ديالو في فرنسا وفي طقوس إدلالية اضطر القلاوي يركع أمام السلطان محمد الخامس وباس ليه رجليه وطلب منه العفو وخرج كيبكي. ومتأثرا بهذه الواقعة وبمرض سرطان المعدة توفى مات أغنى وأقوى رجل في النصف الأول من القرن العشرين سنة 1956 وخلى ثروة بملايين الدولارات. وكيبقى السؤال فين مشات ثروة ديال تهامي القلاوي باشا مراكش؟ واش ورثوها ولادو ولا مشات لبيت المال الدولة والمخزن؟ كان معكم يونس مسرار في الحلقة ديال تهامي القلاوي. كنشكركم على المتابعة ديالكم على الاشتراك ديالكم. شكرا لكم بزاف. بيس لكم. ومصادرة الأملاك والأراضي ديال الناس وكثرات ضدهم الشكايات ووصلت الخبر للسلطان عبد الحفيظ أنهم كيشفروا الفلوس ديال ولكن تهامي والمدني ما تسرطاتش ليهم ومشاو داروا يدهم في يد المقاومه المقاومه ويلي ويلي ويلي.